السلام عليكم. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نحلو تمارين صفحة 73 و 74 من كتاب اللغة الإنجليزية للسنة الثانية متوسط. تبعوا معايا هذا الحلول. Task 2 page 73 تمرين رقم 2 صفحة 73. I am a big round fruit. I am green outside and red inside with black seeds. Seeds هما البذور. I am very sweet and you eat me in summer because I am refreshing and watery. اذا هنا عندنا من اكون. قلت لكم انا خضره من برا حمراء من الداخل وفي بذور تاكلوني فقط في الصيف لانني فاكهه منعشه. اذا I am a water melon اللي هو الدلة. I am a water melon. I am a vegetable. I am long and orange. I sometimes come in branches. Rabbits are made about me. إذن هذه الفال خضرة اللي جاية طويلة وأورانج. شكون هي؟ I am carrot. إذن هي الجزرة. If you peel off my skin and slice me, you will cry, but I won't. إلا حكمتني وقشرتني أنت تبكي ولكن أنا لا. I am garden. I have the shape of an egg. I can be small or big and usually purple. Americans call me eggplant, but the British often call me like the French. I am aubergines. إذن هذه هي باذنجان. Okay. I am a veg. I am long and thin with a green skin and white and orange flower on my tail. I am always there in couscous. Americans call me zucchini, but the British call me like French. I am courgettes. إذن هذه هي القرعة لكورجيت. Okay, in English, British English, نقولو courgettes. Okay, courgettes. إذن هذا هو task 2, page 73. كان عبارة عن حزورة أو فزورة كما نقولو. هما مدونا الـ definition تاع الخضرة والفاكهة وحنا اكتشفنا من تكون. إذن نكملوا الجزء الثاني. عدنا You can't make an omelette without breaking eggs. ما تقدرش تدير أومليت بلا ما تكسر البيض. هذا المثل وشنو هو المعنى نتاعو؟ إذن هنا معناه You can't succeed without making any sacrifice. معناتها ما تقدرش تنجح بدون تضحيات. Do not pull all your eggs in one basket. لا تضع كل البيض في سلة واحدة. معناتها do not rely on one solution only. Try to think on many different ones. لا تعتمد على حل واحد. تحاول أن تجد عدة حلول. Do not cry over spilled milk. معناتها stop regretting something that cannot be changed. لا تتذمر على شيء لا يمكنك تغييره. Stop regretting something that cannot be changed. ولا ما تندمش على حاجة ما تقدرش تبدلها. إذن هذا هما المعاني نتاع هذا الأمثلة أو الحكم عفوا. عدنا task 1 page 74 اللي كانوا هو reading notes. عدنا title kids and money. Subtitles kids must manage their money. Source the internet. Source هو المصدر. Type of document نوع الوثيقة web article. Why is it important for teenagers to understand the value of money? علاه لازم المراهقين يفهموا قيمة المال. Because they have to learn how to save money. لأنه لازم يتعلموا كيفاش يحافظوا على الأموال. How do you spend the pocket money that your parents give you? كيفاش تنفق دراهم تاع الجيب نتاعك اللي مدهولك والديك؟ صباح لصباح كاين اللي يعطوهم والديهم مصروف، كيفاش تصرفوه؟ I should be responsible of paying something. لازم تكون مسؤول عن صرف الأموال نتاعك. Do you save money? What do you do with it? هل توفر المال؟ معناتها عندك تحيحات دير فيها دراهم وتخبيهم؟ إذا كان نعم، واش دير بيهم؟ Okay. Yes, I do. I buy some clothes. نعم، نوفر الأموال نشري بها ملابس. Okay. هنا كل واحد يخبي دراهمه ويشري بهم حاجة، ولا كل واحد وش يدير بهم. Okay. Can an Algerian teenager find a part-time job? Yes, he can. For example, during summer holidays, he can work as fruit or vegetable picker. معناتها قال لك هل
المراهق الجزائري يلقى وقت باش يخدم عمل، معناتها كاين تلاميذ يقراو وفي الصيف يروحوا يخدموا، يقدروا يعاونوا والديهم في الدار في الحديقة، يروحوا يخدموا، كاين أعمال إضافية يقدروا يخدموها. إذا هنا قال لك نعم يستطيعون، أمثلة في العطلة الصيفية يقدروا يروحوا ينحوا الخضر والفواكه. إذا كانوا هذا هما حلول صفحة 74-73. نتمنى إن شاء الله يكونوا فادوكم واستفدتوا من الحلول والشرح. نتلقاو في الفيديو